درسنا اليوم سيكون عن المجموعة الثالثة من مجموعات أنواع المتغيرات، والتي هي القواميس، والتي تضمن واحد والذي هو القواميس. المجموعة التي قبلها هي المتسلسلات، سميت بهذا الاسم لأنها تضم ثلاث أنواع، كل نوع مكون من مجموعة من العناصر. يمكن وصول لأي عنصر من هذه العناصر من خلال دليل. هذا شيء لا ينطبق على القواميس، سنعرف لماذا فيما بعد. لكن لإنشاء رمز القواميس في بايثون أو لإنشاء قاموس في بايثون، سنفتح حاضنة أي رمز المجموعة. داخل الحاضنة سنكتب عناصر هذا القاموس، ثم نغلق هذه الحاضنة بحاضنة أخرى. لابد لعناصر القاموس من شيئين، الشيء الأول هو المفتاح، والشيء الثاني هو القيمة التي يمثلها هذا المفتاح. المفتاح يمكن أن يكون عدد، يمكن أن يكون سلسلة، يمكن أن يكون مصفوفة مغلقة، ولا يمكن أن يكون قائمة أو قاموس، ويمكن كذلك أن يكون كائن منطقي. أما القيمة التي يمثلها هذا القاموس فهي مطلقة، يعني يمكن أن تكون عدد، ويمكن أن تكون سلسلة، ويمكن أن تكون قاموس، ويمكن أن تكون قائمة، ويمكن أن تكون كائن منطقي، ويمكن أن تكون حتى نوع آخر من أنواع المتغيرات. لكتابة عنصر وسط قاموس سنكتب أولا مفتاح هذا العنصر، ثم نقطتان، ثم نكتب القيمة التي يمثلها هذا المفتاح. سنضرب مثال، لكن سننشئ متغير R. هذا المتغير من نوع قاموس، يعني أننا سنفتح حاضنة. قلنا لكتابة عنصر من عناصر القاموس سنكتب أولا مفتاح هذا القاموس، ثم نكتب نقطتان، ثم القيمة التي يمثلها هذا القاموس. وقلنا كذلك أن المفتاح القاموس يمكن أن يكون سلسلة، ويمكن أن يكون عدد، ويمكن أن يكون كائن منطقي، ويمكن أن يكون مصفوفة مغلقة. نحن سنضرب مثال عن السلاسل والأعداد والمصفوفات المغلقة، تبقى الكائنات المنطقية. المثال عنها ليس بصعب، يمكنكم أن تجرب هذا بأنفسكم. نحن لم نذكرها لأننا لم نتطرق بعد إلى الكائنات المنطقية، هذا هو السبب. قلنا نكتب مفتاح العنصر، ثم نقطتان، ثم نكتب القيمة التي يمثلها. قلنا أن القيمة أن لك الاختيار في نوعها، يعني يمكن أن تكون عدد، يمكن أن تكون قائمة، يمكن أن تكون مصفوفة مغلقة، يمكن أن تكون حتى قاموس، ويمكن أن تكون أي نوع آخر من أنواع المتغيرات. سنكتب نحن العدد 1، ثم نفصل بالفاصل، ثم نكتب عنصر ثاني، سنختار مفتاحه من نوع سلسلة، سيكون مثلا K2. نكتب نقطتان، ثم يحمل العنصر أي يمثل القيمة 2، ثم فاصلة، ثم مثلا سنضرب مثال عن المفتاح مثلا يكون 3، يمثل القيمة مثلا لتكون سلسلة مثلا لتكون بيثون. نضرب مثال عن المصفوفات المغلقة، قلنا أن المصفوفات المغلقة رمزها في بيثون هي الأقواس. نفتح قوس مثلا تحتوي على الحرفين A و B، فاصلة، ثم نغلق الآن المصفوفة، نقطتان، ثم نكتب القيمة التي تمثلها وليكن نوعها سلسلة، العفو قائمة، يعني أننا سنفتح حاضنة، العفو عارضة، ولتحتوي على القيم 1 و3 و4. نغلق الآن الحاضنة، نغلق كلية القاموس. الآن نضغط على Enter، نكتب الآن A، ثم نضغط على Enter. تلاحظون أنه أرجع لنا عناصر القاموس، يعني أن العنصر الأول هو المفتاح K1 الذي يمثل القيمة 1، العنصر الثاني هو المفتاح K2 الذي يمثل القيمة 2، العنصر الثالث هو العدد 3 الذي يمثل القيمة بيثون،
العنصر الرابع هو السلسلة العفو المصفوفة المغلقة أبي التي تمثل القيمة أو التي هي قائمة 1، 2، و3. الآن سنتحدث عن دالة تايب، يعني عمل الدالة تايب أصبح مألوف ومعروف، لكن نحن نحب أن نذكرها. نضغط على أندري، تلاحظون أنه أظهر لنا رسالة كلاس ديكت. ديكت هي اختصار لكلمة ديكشنري، هذا يعني أن المتغير A من نوع من فئة ديكشنريز أو القواميس. الآن سنتحدث عن العمليات على القواميس. الجمع والضرب ليس لهما معنى في القواميس، يعني أننا لإضافة عنصر إلى قاموس لن نستعمل عملية الجمع، والقاموس لا يقبل التكرار، لهذا لن نستعمل عملية الجدا. لكن لإضافة عنصر إلى قاموس يمكننا نكتب اسم هذا القاموس ثم عارضة ثم نكتب مفتاح هذا العنصر ثم تساوي ثم القيمة التي يمثل هذا المفتاح. نحن عندنا القاموس A، سنفتح الآن عارضة، داخلها سنكتب المفتاح. نحن مثلا سنكتب القيمة السلسلة التي هي سلسلة key3. نغلق الآن العارضة ثم تساوي، ليس نقطتان، تساوي، ثم نكتب القيمة التي يمثل هذا المفتاح، ولكن أنه يمثل السلسلة جافا. نضغط الآن على أنتري، نتحقق من قيمة A أو عناصر A. تلاحظون أن A يحتوي على المفتاح key1 key2 والمفتاح 3 والسلسلة AB والمفتاح key3 الذي يمثل السلسلة جافا. الآن لاستظهار أي قيمة من عناصر هذا من عناصر أي قاموس سنكتب القاموس ثم نكتب المفتاح الذي يمثل هذه القيمة. سنفتح عارضة ثم نكتب المفتاح، سنجرب مثلا مع المفتاح key1. نغلق الآن السلسلة ثم نغلق العارضة، نضغط على أنتري، تلاحظون أنه أظهر لنا العدد 1، يعني أن المفتاح key1 يمثل القيمة 1. سنجرب مع العدد 3 الذي هو مفتاح لي قلنا السلسلة python. نضغط على أنتري، تلاحظون أنه أظهر لنا السلسلة python. في حالة ما إذا كان المفتاح غير موجود في عناصر القاموس ستظهر لنا رسالة تقول key error، يعني أن المفتاح خاطئ. سنجرب هذا مثلا مع الحرف X مثلا، سنفتح عارضة، نفتح الآن علامة تنصيص ثم نكتب حرف X ثم نغلق العارضة، نضغط على أندري، تلاحظون أن رسالة تقول key error، يعني أن المفتاح X غير موجود. لحذف عنصر من عناصر القاموس سنستعمل الكلمة المفتاحية دال. سنكتب كما ألفنا دال، لكن هذه المرة قلنا أن القواميس لا تقبل عندي أدلة ولكن تقبل مفاتيح، يعني أننا سنكتب دال ثم نفتح قوس ثم نكتب اسم القاموس ثم نفتح عارضة ثم نكتب المفتاح الذي نريد أن نحذفه ونحذف قيمته. سنضرب مثال لهذا، مثلا نحن دال العفو، نفتح الآن قوس، نحن مثلا سنحذف العنصر 3، يعني أننا سنحذف المفتاح 3 وقيمته التي يمثلها والتي هي سلسلة بث. سنكتب A ثم نفتح عارضة ثم نكتب المفتاح ثم نغلق العارضة ثم نغلق القوس كلية. نستظهر الآن قيمة A، تلاحظون أن المفتاح 3 لم يعد موجود في القاموس A. الآن سنتحدث عن الكلمة المفتاحية إن، قلنا أن الكلمة المفتاحية إن
عملها هو اختبار هل إذا كان عنصر ينتمي إلى مجموعة أو سلسلة أو قائمة، كذلك يمكننا أن نختبرها، لكن هل إذا كان مفتاح ينتمي إلى قاموس لا يمكننا اختبار القيم؟ يعني أننا مثلا سنكتب العدد 4 ثم نكتب كلمة مفتاحية إن ثم أي، نضغط على انظري، تلاحظون أنه ظهر لنا القيمة فالس. 4 هنا لا يمثل قيمة وإنما يمثل المفاتيح، يعني لا يمكننا اختبار القيم هل تنتمي إلى قاموس أم لا، ولكن يمكننا اختبار المفاتيح. سنتحدث عن كيفية عن طريقة لاختبار هل إذا كانت قيمة تنتمي إلى قيم لقاموس أم لا، لكن هذا باستعمال أساليب سيكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سنجرب مثال آخر، سنجرب هذه المرة المفتاح كي 2 نكتب الآن أي ثم نضغط على انتري، تلاحظون أنه أظهر لنا ترو، هذا يعني أن المفتاح كيوان ينتمي إلى مجموعة مفاتيح القاموس A. الكيوان يمثل العدد 2، العفو كي 2 يمثل العدد 2. الآن سنتكلم عن العمليات المنطقية على القاموس. قبل أن نتكلم عن العمليات المنطقية، يوجد هناك عملية أخرى لم نتحدث عنها فيما قبل، هي not in، يعني هي عكس لا تنتمي، إذا كانت in تنتمي not in لا تنتمي. يعني مثلا لو أننا جربنا العدد 4 مع المفتاح not in مع القاموس A ستظهر لنا true، لماذا؟ لأن A لا تنتمي إلى، العفو، لأن 4 لا تنتمي إلى عناصر القاموس A. سنجرب هذا، not in قلنا، تلاحظون أنها ملونة باللون البرتقالي، هذا يعني أنها كلمة مفتاحية. نضغط الآن على enter، تلاحظون أنه أظهر لنا true. أحببنا ذكر not in مع أن عملها معروف تقريبا لأننا لم نذكرها فيما سبق. الآن قلنا أننا سنتكلم عن تساوي، والتي هي العملية المنطقية على القاموس. القاموس مثلا لاختبار هل إذا كان القاموس يساوي قاموس آخر أم لا، سيقوم بيثون بمقارنة المفاتيح، هل هي نفسها موجودة في القاموس الأول موجودة في القاموس الثاني، وهل القيم التي تمثلها هذه المفاتيح في القاموس الأول نفسها القيم التي تمثلها المفاتيح في القاموس الثاني. لكن في القواميس لا يشترط أن يكون للمفاتيح نفس الترتيب، على خلاف السلاسل والقوائم والمصفوفات المغلقة. سنضرب مثال لهذا، قلنا A سنختبر هل تساوي أم لا. سنفتح الآن حاضنة ثم نكتب عناصر القاموس A لكن بتغيير الترتيب هذه العناصر لنتحقق من هذا. سنكتب أولا، قلنا كتبنا العنصر كي 1 الذي مفتاحه كي 1، سنكتب نحن العنصر الذي مفتاحه كي 2. نقطتان ثم نكتب 2 ثم فاصلة، ثم مثلا سنكتب المصفوفة المغلقة التي هي الحرف A والحرف B، العفو، سنفتح أولا القوس ثم فاصلة ثم نكتب البي ثم نغلق القوس ثم علامتي ثم النقطتان، العفو نسيت هنا، كتبت هذه خطأ، سأقوم بمحوها. سأكتب الآن القوس،
قلنا نقطتان ثم نكتب القيمة التي تمثلها والتي هي قائمة، تمثل الأعداد 1، 2 و3، ثم نغلق القائمة ثم الفاصلة ثم نكتب كيوان مثلا، ثم نقطتان ثم القيمة التي تمثلها والتي هي 1. نكتب الآن القيمة الثالثة أو العنصر الثالث والذي هو كي 3 والذي هو يمثل القيمة جافا أو السلسلة جافا، ثم نقطتان ثم السلسلة جافا. الآن الحاضنة، لكن قبل ذلك لدي بعض الأخطاء، التي هي أول خطأ هو هنا كتبت كي ولم أكتب 2. الخطأ الثاني هو في القائمة عناصرها في آ هي 1، 3، 4، أنا كتبت 1، 2، 3، يعني سأقوم بحذف 2 وأكتب مكانها 3، ثم أحذف 3 وأكتب مكان أنها 4. أظن هكذا أن السلسلة هذه القاموس هذا صحيح، سأتأكد من هذا. كيوان كيتو العفو له القيمة 2، المصفوفة المغلقة لها 1، 2، 1، 3، 4 هذا صحيح، كيوان له القيمة 1 وكي 3 له السلسلة جاف. بهكذا تكون القاموس الثاني صحيح. سأضغط الآن على أنتر، تلاحظون أو أظهر لنا ترو، هذا يعني أنه لا يلزم أن يكون المفاتيح في نفس الترتيب، وإنما يلزم أن يكون المفاتيح نفسها والقيم التي تمثلها المفاتيح نفسه، على عكس السلاسل أو القوائم أو المصفوفات المغلقة. سنتحدث الآن عن أمر لا طالما تكلمنا عنه سابقا، وهو الأمر A الذي قلنا أن A هو متغير من نوع قاموس يساوي إلى A زائد مثلا قاموس. قلنا أن القواميس لا تعمل فيها عملية الجمع، هذا يعني أن هذا الأمر ليس له معنى. كذلك الأمر الذي هو A زائد يساوي إلى قيمة، هذا ليس له معنى كذلك بالنسبة للقواميس، لكن بالنسبة لعناصر القواميس فإن هذا له معنى. يعني أننا كتبنا A ثم نكتب المفتاح القاموس، يعني أننا سنفتح عارضة ثم نكتب مفتاح مثلا ليكن كي 1 ثم نغلق العارضة يساوي، هذه الكتابة تعني أننا سنسند قيمة جديدة إلى المفتاح كي 1. قيمة المفتاح كي 1 هي العدد 1، فمثلا لو أسندنا إليه القيمة 5 و4، نضغط الآن على Enter ثم نكتب A، تلاحظون أنه أظهر لنا كي 1 يساوي إلى 45، هذا يعني أننا القيمة التي كانت تحتويها المفتاح كي 1 حذفناها ووضعنا مكانها القيمة 45. كذلك الأمر والذي هو A، نفتح الآن عارضة مثلا نكتب كي 1 كذلك ثم نغلق السلسلة، نغلق الآن العارضة يساوي إلى QL A لكي 1 زائد، نضع الآن قيمة مثلا 12. هذا الأمر له معنى، وهو كما اعتدنا عليه، يعني أن المفتاح أو قيمة المفتاح كي 1 ستأخذ قيمة جديدة، هذه القيمة ستساوي إلى قيمتها القادمة التي هي 45 زائد 12. هنا بعض التنبيهات، هذه الكتابة يجب فيها احترام أنواع نوع قيمة التي يحتويها كي 1. هنا لدينا عدد صحيح أو عدد عموما يجب أن نجمع إليه عدد أو نضربه في عدد.
فمثلا لو كان لدينا هذا سلسلة لا يمكن أن نجمع إليه العدد 12، ولكن يمكن أن نجمع إليه السلسلة 12. هذا ما رده إلى الدروس التي سبقت على حسب نوع القيمة التي يمثل هذا المفتاح، ستكون العملية وسيكون العدد الذي نضيفه أو نضربه فيه. نضغط الآن على انتري ثم نكتب A ثم نضغط على انتري، تلاحظون أنه أصبح يحتوي على القيمة 57، هذا لأنه قام بجمع القيمتين 45 و12. إلى هنا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى. درسنا القادم سيكون على الأساليب على القوميس. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.